أما هذا السؤال وهو الحديث كيف أصبحت يا حارثة، فقال أصبحت مؤمنا بالله تعالى، ومن أنه قال عزبت نفسي عن الدنيا يا رسول الله فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري فكأني بعرش ربي بارزة وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتعاون فيها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم له أبصرت فالزم، وفي رواية أصبت فالزم. عبد نور الله تعالى الإيمان في قلبه وقال ادعو لي بالشهادة، ونودي يوما في الخيل يا خيل الله اركبي، فكان أول فارس ركب وأول من استشهد. فهذا الحديث فيه ضعف.